Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning, ladies. We're going to talk today about the passive voice. اللي هو المبني للمجهول. Passive voice. القاعدة الأصلية بتقول passive voice, object, be, verb 3. Okay? Try to make it like a song. عملوها مثل الأغنية. Object, be, verb 3. Object, be, verb 3. تمام؟ هلا انا بالجمله الاصليه اللي اصلا الوزاره بتكون معطياني اياها بيكون في عندي اوبجكت وبيكون في عندي فيرب طبعا. اوكي، البي هذا انا بجيبه من عندي. اوكي، انتبهوا علي صبايا. فيرب بي انا بجيبه من عندي عشان يساعدني بجمله الباسيف، لكن العناصر الثانيه موجوده هون. الفيرب شو مكان بتغير لفيرب 3، وي تشينج انتو فيرب 3 whatever it is. والاوبجكت comes at the end of the sentence، بيكون في الآخر، بحطه بالأول أو هو حتى بكون حطت لي أصلا بالأول. تمام؟ إذن how can we distinguish the passive voice؟ how do we distinguish the passive voice؟ يعني كيف أميز إنه هاي جملة passive voice؟ إنه the sentence starts with object. أوكي؟ okay؟ عادة إحنا بنعرف إنه الجملة بتبلش ب subject plus verb plus object. طبعا في جملة، في جمل passive voice we must have object. إذا ما عندي object مش مرات بيكون في تكملة جملة، هاي ما بتتحول لpassive، فبكون عندي object. كيف بميز إنه هاي جملة passive voice؟ by putting the object at the beginning of the sentence، يعني ببدل مكانهم. الـ object بيجي بالأول والـ subject بيجي بالآخر. How do we distinguish the passive voice sentence؟ كيف بنميزها؟ إنه the sentence starts، تبدأ with object. Example: Rami plays games. Rami subject، صبايا عشان تحلي صح حدد العناصر مثل ما أنا عاملة. Rami subject، plays verb 1، games object. قلنا القاعدة الأصلية بتقول object be verb 3 object. Okay، بيجي بالأول، subject بالآخر. هلأ الverb عندي هو أصلاً verb 1، أنا إيش بحوله؟ verb 3، وبجيب واحد من أفعال البي بما يتناسب مع هاد. إذن بختار verb be على أي أساس؟ يمس بنختار verb be، نختاره على حسب زمن الفعل بالجملة الأصلية يا صبايا. هذا الفعل already رح يتحول لverb 3. أوكي، فأنا إيش بسوي؟ بحط قبله فعل مساعد من أفعال البي بما يتناسب مع الزمن الأصلي verb 1. هلأ what are verb be؟ verb be اللي هم في عندي is، are، am في حالة بنقولهم verb 1، was، were إذا كان verb 2، being إذا كان في عندي verb with ing، been if it's verb 3. تمام، برجع هون بشوف plays verb 1، أي واحد رح أختار؟ أكيد من verb 1 is، are، am. أوكي؟ طيب إيش بختار؟ ما إنه الأوبجكت إجا بالآخر، مش إحنا قلنا الجيمز it will come at the beginning، طبعا هاي أنت ما بتتغلب فيها، الوزارة بتكون معطياك إياها. بنحط games، games بتاخد is ولا are ولا am؟ طبعا لأنها because it's plural رح تاخد are. then verb 3 object be verb 3 object be verb 3 by Rami. طبعا by Rami هاي اختياري انك تكتبي by Rami، عادة ما بيطالبوكم فيها بالوزارة، لو ما كتبتيها بتاخدي العلامة ولو كتبتيها عادي. okay. إذن what is the main rule of the passive voice؟ the passive voice the main rule تبع the main rule is object be verb 3. okay. object comes at the beginning. okay. verb be بختاره على حسب according to the tense، the main tense of the tense of the verb. بعدين this verb change into verb 3. طيب we choose، نختار. how do we choose verb be؟ we choose verb be according to the tense of the verb. نختار واحد من أفعال البي اللي هم احنا شرحناهم هون according okay to the tense، زمن of the verb in the main sentence. اذا بنختاره على حسب زمن الفعل بالجملة الأصلية. okay. كيف يعني يا مس؟
مثل ما فهمتكم هون plays verb 1 هذا اصلا رح يتحول ل verb 3. فانا ايش بختار؟ ما انه verb 1 بختار is are am. اوكي هلا let's have a look about the verb. هلا الفيرب اللي هو الفعل الاصلي عندي بالجمله، ايش نوع الفيرب اللي راح اختاره؟ هلا if it's verb 1 مثل ما قلنا هون plays، اوكي if it's verb 1 راح اختار واحد من is are am. If it's verb 2 was or were. If we have present continuous or past continuous. Present continuous عبارة عن is are am plus verb ing أو past continuous was were plus verb ing. سواء كان present or past plus verb ing إيش بعمل؟ بنزل ال helping verb whatever it is، سواء كان is are am was were بنزله. بعدين بجيب أنا من عندي verb be اللي هو إيش رح يكون بما إنه أنا عندي verb ing، بيكون being. والverb اللي أصلاً كان فيه ing بحوله ل آسف هون verb 3. verb 3 تمام. إذن إيش بنحوله؟ مثل ما قلنا object be verb 3. Again. هلا إذا كان عندي فعل لحاله present simple or past simple، present simple is are am plus ال verb 3 أي verb اللي هو هذا، verb 2 was were plus verb 3. هلا إذا كان عندي helping verb و main verb، helping verb واحد من أفعال be والmain verb في ing، أول ما أشوف ال ing بحط being. أوكي بنزل is are am أو was أو were. اوكي بعدين بفصل بين بينهم بالبيينج. اوكي بغض النظر هو present continuous or past continuous، وبنزل الفعل اللي فيه اصلا ing لverb 3. هلا في حاله البيرفكت بيكون في عندي has or have or had، يعني present perfect او past perfect بيجي وراهم اصلا verb 3. ايش بصير؟ بنزل have أو has أو had plus been plus verb 3. الverb 3 ما رح تغلب فيه، رح ينزل مثل ما هو لأنه أصلاً already it's verb 3. إذن مع ال present continuous، مع ال continuous present or past continuous بنأخذ being، مع ال past أو present perfect بنأخذ been. طيب مع models okay و after two كمان المودلز و after to will shall should may might must okay has to have to okay كلهم هدول بيجي وراهم اصلا احنا بنعرف انه verb infinitive، فبننزل المودل okay او has to or have to وبنحط وراهم be مثل ما هي verb infinitive لانه من افعال البي اللي هو البي plus verb 3. الفعل اللي كان مجرد هون رح يتحول لايش؟ لverb 3. Let's go through the examples. The manager subject must have considered the issue. Okay. هلا أنا عندي هون must وعندي have وعندي considered. شو زمن الفعل هون؟ هو أصلاً verb 3. تمام. The issue is the object. شو بعمل؟ The issue it comes at the beginning. الوزارة بتكون معطياني إياها. The issue. Okay. بنزل ال helping verb. must have. طالما verb 3 مين اللي بيجي مع verb 3 يا صبايا؟ been. okay considered stays the same considered. number 2 the teacher has divided the students into groups. the teacher subject has divided present perfect students object into groups تكملة الجملة. كيف ميزتها؟ إنه جاب لي ال object و put it at the beginning of the sentence. the students has okay students بينفع تأخذ has؟ لا بننزل present perfect بس بما يتناسب مع ال object الجديد أو subject الجديد. students have. صبايا ليش have؟ لأنه عندي جمع. هون كانت teacher مفرد فبتأخذ has،
هون جمع اضطريت اني انا انتبه واغير ل plural. The students have. مين اللي بيجي مع have وhas وhad؟ مثل ما قلنا been divided. وبكمل into groups. Number three. Muna was reading some novels. Muna, subject, was reading past continuous. مثل ما انتو شايفين حطالكم دائرة على ing. إذن إيش اللي بيناسب ing؟ على طول بنتذكر being لأنه فيها ing. Some novels, object. Okay. كيف ميزتها؟ إنه حطت لي إياها بالأول. Some novels. بنزل الواز. إذا نزلت الواز ما رح تتناسب مع النوفلز لأنها plural. مثل ما صار هون has للمفرد وhave للجمع. بالتالي هون novels منى مفرد أخذت واز. novels plural رح تأخذ where. ممكن أحط r؟ لا طبعا لأنه أنا ما بدي أغير التنس من past لpresent. past بضلوا past. some novels where قلنا الverb be being. بعدين هذا بتحول لverb 3 read. نيجي to sentence number 4. She gave me some books. She subject gave verb to me object some books. تكملت الجملة. هلا me أعطاني إياها بالوزارة I. ليه يا صبايا أعطاني إياها بالوزارة I؟ I هي ضمير السبجكت. هلا احنا الاوبجكت بنحطه بالاول فبصير موقعه موقع سبجكت، يتغير كان اوبجكت وهلا بصير سبجكت لما يجي بالاول. فالاي بموقع الاوبجكت عباره عن مي وبموقع السبجكت عباره عن اي. اذا ليش حولنا مي لاي؟ طبعا انت ما رح تحوليها، هو بالوزاره رح يكون كاتب لك اياها. تمام. مي ضمير الاي شويه هيك عليه دائما خلافات. الآي في موقع الأوبجكت بيكون مي وبموقع السبجكت آي. وأنا جبت الأوبجكت وحطيته مكان السبجكت، إذن إشي طبيعي إني أغيره وأحطه سبجكت، يعني كأنه لابس إشي جديد. أوكي. آي هلأ جيف رح يتحول لفيرب 3 صح؟ طيب إيش بدي أحط من أفعال البي هون؟ إحنا قلنا فيرب 2 بوخد واز أو وير، متذكرين؟ احنا قلنا verb 2 هون verb 2 رح ياخد was أو were plus verb 3. فأنا بقول I بتاخد was ولا were؟ بتاخد was. I was given وبكمل some box. number 5. Rami accomplishes his project. Rami subject accomplishes. حتى لو مش عارفة معنى الفيرب يا صبايا مبين انه من الاس. verb 1 his project the object. اوكي جاب هاي وحط لي اياها بالاول، هيك ميزت انها جملة passive. رامي's project object، طبعا هو اجى مو صار هلا subject. اوكي رامي's project accomplishes verb 1 رح تتحول لverb 3 accomplished. اوكي ايش بده يجي قبلها؟ ما انها verb 1 تاخذ مثل ما حكينا بهاي الصفحه. اذا كان verb 1 باخذ is are am بس verb 2. رح ارجع هون رامي's project is accomplished. the last sentence they will cancel the reservation. they subject عندي will بس verb infinitive. the reservation اللي هي الobject. كيف ميزتها؟ جابولي reservation بالأول. the reservation احنا قلنا ال will تنزل مثل ما هي والmodals بيجي وراهم be وcancel رح تحول لverb 3 can sold. إذا
إذن يا صبايا ما بدي اياكم تنسوا موضوع الباسيف فويس انه اوبجكت بي فيرب 3. اوكي هاي القاعده الاساسيه. وقاعده الكوزاتيف هاف سمثينج دون هاف اوبجكت بلس فيرب 3. اوكي كيف بميز؟ رح اعمل لكم هيك ريفيجن سريع خلص لقدام ما بدي الخبط معلوماتكم. يعطيكم العافيه واي سؤال ابعثوا لي على الخاص please.